ومن مقر الوطنية للانتخابات ينضم إلينا مراسل التلفزيون المصري أحمد الحسيني. إليك أحمد. تحية لكم من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات. في تمام الساعة الثانية والربع بعد ظهر اليوم وصل المستشار محمود فوزي إلى مقر الهيئة هنا، وكان في استقباله المستشار أحمد منداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، بالإضافة إلى حضور كامل هيئة الهيئة الوطنية للانتخابات، حيث تقدم بأوراق الترشح للمرشح الرئيسي أو الرئاسي عبد الفتاح السيسي. كان معه عدد كبير من التوكيلات من المواطنين، كان هناك ثلاثة سيارات تحوي على صناديق توكيلات المواطنين، بالإضافة إلى التزكيات من قبل السادة أعضاء مجلس النواب. قبل أن يتقدم المستشار محمود فوزي إلى هنا بأوراق الترشح، ذهب إلى مجلس النواب وتسلم من مجلس النواب أوراق أو التزكيات المرشحين من قبل أعضاء مجلس النواب أو أوراق التزكية. نحن نتحدث عن ما يزيد عن 25,000 توكيل من المواطنين، ونحو عدد كبير أيضا من أعضاء مجلس النواب حتى يتم قبول المرشح الرئاسي. كان أيضا الهيئة الوطنية للانتخابات قد فتحت أبوابها اليوم منذ ساعات الساعة التاسعة صباحا وتستمر حتى الخامسة. اليوم هو اليوم الثالث لاستقبال مترشحي رئاسة الجمهورية، وذلك استعدادا لإجراء هذا السباق الانتخابي لمنصب رئيس الجمهورية. من المقرر أيضا أن يتم يوم 16 من أكتوبر إعلان القائمة المبدئية للمرشحين أو المرشحين الذين تقدموا بأوراقهم إلى هنا إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، ومن ثم سوف يتم إعلان القائمة النهائية يوم 9 نوفمبر القادم. سألنا المستشار محمود فوزي عن عدد التوكيلات أو أوراق التزكية من السادة أعضاء مجلس النواب، لكن قال إن هذا الأمر وإعلان العدد سوف يكون منوط بالهيئة الوطنية للانتخابات، هي التي سوف تفصح عن العدد سواء عدد توكيلات المواطنين أو أوراق التزكية من السادة أعضاء مجلس النواب. وقال أيضا سألنا عن الرمز الانتخابي للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، ولكن أيضا قال إن الهيئة الوطنية المنوط بها إعلان هذا الأمر في حسب الجدول الزمني المقرر الذي وضعته الهيئة الوطنية للانتخابات. بعد قليل سوف يتم عقد مؤتمر صحفي برئاسة المستشار أحمد بنداري مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، يعلن فيها عن مزيد عن ترشح المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي ووصول المستشار محمود فوزي رئيس الحملة الانتخابية للمرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي. نتابع معكم هذا المؤتمر الصحفي الذي من المقرر أن يعقد بعد قليل، ونواصل معكم أيضا حتى يوم 14 من أكتوبر الجاري تقدم عدد من المرشحين للتقدم بأوراق الترشح. شكرا لك أحمد على هذه المعلومات الوافية، كنت معنا من مقر الهيئة الوطنية للانتخابات.